مرحبا بكم على قناة أماني. إن شاء الله الكل في تمام الصحة والعافية. وصفة اليوم بإذن الله عبارة عن نوع من أنواع البريوش، وهي فطيرة البريوش بالكريمة، وهذا تلبية للكثير من الطلبات. هذه الوصفة رائعة المذاق بعجينة قطنية، إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم. نبدأ على بركة الله بالمقادير. راح نحتاج إلى 250 غرام من الفرينة أو الطحين، أي ما يقارب 2 كأس من الفرينة. نحتاج أيضا إلى 2 ملعقة كبيرة من السكر العادي، ملعقة كبيرة من خميرة الخبز، نصف ملعقة صغيرة من الملح، ملعقة صغيرة من الفانيليا، يمكن استبدالها بمبشور الليمون أو البرتقال، حبة بيض كاملة وبياض حبة بيض. أما الصفار فنحتفظ به لدهن البريوش. نحتاج أيضا إلى 75 غرام من المارغرين أو الزبدة، ما يعادل 2 ملعقة ونصف. وأيضا نحتاج إلى حليب دافئ لجمع العجينة. نبدأ على بركة الله بطريقة التحضير. نأخذ كمية السكر، نضع نصف الكمية مع الفرينة أو الطحين، ونخلط الكمية الباقية المتبقية مع خميرة الخبز. ونضع فوقها كمية من الحليب الدافئ. ونتركها جانبا حتى تختمر. من جهة راح نخلط الفرينة مع السكر المتبقي، كمية الفانيليا، الملح، نضيف كمية البيض اللي هي بحبة بيض كاملة مع بياض حبة بيض، والصفار نحتفظ به لدهن البريوش. نخلط هذه المقادير ونضيف كمية الخميرة مع الحليب والسكر بعد ما اختمرت. نعجن كل المقادير مع بعض. إن احتجنا إلى كمية أخرى من الحليب راح نضيف كمية أخرى. نعجن العجينة جيدا، راح تكون تلتصق باليد بهذا الشكل. بعد عجنها جيدا نضيف كمية الزبدة تدريجيا مع الاستمرار في العجن. عجينة البريوش راح تكون بهذا الشكل، تكون تلتصق باليد ومطاطية. الآن نقوم بتغطيتها ونتركها حتى تختمر وتتضاعف حجمها. الآن نقوم بتحضير الكريمة، وهي عبارة عن كريم باتيسيير. راح نحتاج إلى نصف لتر من الحليب، نضعها فوق النار حتى يسخن الحليب. من جهة راح نخلط المايزينا، هنا عندي 60 غرام من المايزينا، أي ما يعادل 3 ملاعق كبيرة مملوءة من المايزينا، وحبة بيض. في الحقيقة أن الوصفة المعتمدة عندي في كريم باتيسيير تحتوي على كمية لا بأس بها من صفار البيض، ولكن لتسهيل الوصفات وليتمكن الجميع من تطبيق الوصفة
حنعملها فقط بحبة بيض واحدة. هنا عندي 100 غرام من السكر أي ما يعادل 5 ملاعق كبيرة، وكمية من الفانيليا حوالي ملعقة صغيرة. إذا نخلط كل من السكر، حبة البيض، ومايزينا. إذا نخلط كل هذه المقادير حتى تندمج جيدا بهذا الشكل. نضيف كمية قليلة من الحليب، ثم نرجع كل المكونات مع الحليب بهذا الشكل. نضعها فوق النار حتى تتكاثف، وفي الأخير نضيف كمية الفانيليا. بعد ما برت كريم باتيسيير راح نحضر الآن كريم ديبلومات، وهي عبارة عن مزيج من كريم باتيسيير والزبدة. عندنا 100 غرام من الزبدة، نخلطها جيدا بوسط الخلاط الكهربائي. فقط ملاحظة، يجب أن تكون درجة حرارة الزبدة والكريم باتيسيير نفسها حتى نتحصل على كريم ديبلومات ناجحة. ونضيف كريم باتيسيير بالتدريج مع الاستمرار في الخفق. هذا هو شكل الكريمة، تكون بهذا القوام كريمي. الكريمة عندها ذوق أكثر من رائع، نحتفظ بها في الثلاجة لحين تحضير البريوش. هذه هي العجينة بعد الاختمار، نرش كمية من الفرينة أو الطحين على طاولة العمل ونفرغ العجينة بهذا الشكل. نرش كمية أخرى من الفرينة، نستعين دائما بالطحين. و بعد بسط العجينة بهذا الشكل، راح نستعمل هذا الإطار الخاص بالمول المتحرك إن كان متوفرا، نستخدمه بهذا الشكل. وهذا ليحافظ البريوش على شكله الدائري أثناء الطهي، إن لم يتوفر يمكن الاستغناء عنه. بعد ذلك نقوم بتغطية البريوش وتركه حتى يختمر للمرة الثانية. بعد ما اختمر البريوش للمرة الثانية، نقوم بدهنه بصفار البيض بعد ما أضفت له كمية قليلة من الحليب. بعد ذلك نقوم بإدخاله لفرن يكون مسخن مسبقا على 200 درجة مئوية. هذا هو شكل البريوش بعد الطهي، لاحظوا كم هو هش وقطني. بعد ما يبرد نقوم بتقطيعه إلى قسمين بواسطة سكين مسنن. الآن نأخذ الكريمة ونحشي بها البريوش، ممكن أن نفرخها مباشرة أو أن نوضعها داخل كيس. الآن نقوم بوضع الطبقة الثانية من
البريوش بهذا الشكل. وفي الأخير نقوم برش كمية من السكر الناعم عليه، ثم نقوم بإدخاله في الثلاجة حتى تتماسك الكريمة جيدا، ثم نقوم بتقديمه. فطيرة البريوش بالكريمة أو ما يعرف عندنا في الجزائر بالليمونة حاضر معنا أخواتي في صحن التقديم، بعد ما رشيت عليه كمية من السكر الناعم. أنا هنا حضرته بشكل عائلي أو بحجم كبير، يمكن أننا نحضره بشكل فردي على حسب الرغبة. هذا البريوش هش وقطني وذوق الكريمة أكثر من رائع، أنصحكم بتجريب هذه الوصفة. إن شاء الله تنال وصفة اليوم إعجابكم، وإلى الملتقى في وصفات جديدة بإذن الله.